تكلمنا أخناقي عن النسخ والمخطوطات للكتاب المقدس اللي هي القديمة اللي كانت موجودة من القرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع الميلادي، وأيضا كيف أعدت هذه النسخ وكيف كتبت، وهل هي تطابق اللي اليوم احنا بندرس فيها اللي عندنا الآن الكتاب المقدس، هل هي مطابقة أو في هناك أي أشياء يعني حسب ما نسمع أنه محرفة أو تختلف؟ إذا ممكن توضح للمشاهد هذا، تفضل حضرتك. شكرا أختي روى، هحاول إن أنا أوضح هذا السؤال المليء في الفترة القصيرة المتاحة لينا. أعدت النسخ الأصلية والأخرى المنقولة منها في القديم باستخدام ما كان متاحا في ذلك الوقت، زي ورق البردي مثلا اللي عرفوا المصريين القدماء. ففي نسخ من العهد الجديد كانت على ورق البردي في بداية في القرن الثاني الميلادي. كمان استخدمت الرقوق، يعني جلود الماعز والأغنام والغزلان والحيوانات الأخرى بعد نزع الشعر عنها ومسحها وإعدادها للكتابة عليها. وعندنا نسخ من العهد الجديد هنتكلم عليها أعدت من هذه الجلود على هذه الجلود. طبعا الجلود تستحمل أكتر الزمن، وممكن الكتابة عليها بطريقة أفضل. طبعا صنع القلم المسنون من الغاب، أما الحبر فكان بيصنع من الفحم والصمغ والماء، وكانت الكتابة تعد على صورة درج، أي فرخ ملفوف بطول واحد، أو في صورة كتاب، يعني صفحات مع بعضها. النسخ الأولى الأصلية شاء الله إنها تختفي، اللي كان كتبها الأنبياء كتبت الوحي بأيديهم مع الزمن، سمح الله أن تختفي بعد أن كتب منها الكتب عدة نسخ. لذلك نحن نثق فيما لدينا من نسخ الكتاب المقدس اليوم، لأنها منقولة بطريقة مشددة بمنتهى العناية من النسخ الأصلية. لا يمكن أن يكون اختفاء النسخ الأولى دليل على تغير الكتاب، لأن احنا بنثق في كتابات الفلاسفة والمفكرين القدماء، رغم أننا لا نملك نسخ أولية مما كتبوه بأيديهم، لأن الأيام والزمن جعلوها تندثر والاستعمال. فكان بالحر يجب أن نؤمن بما لدينا من كلمة الله القادر أنه يحفظ كلمته من التغيير أو التبديل. ولو لم يكن لدينا حتى نسخ خالص من الكتاب المقدس، لأمكن جمع كله من كتابات من استشهدوا به في القرون الأولى. وبعدين حتى عند إخواتنا المسلمين القرآن مثلا لا توجد النسخ الأصلية مما كتب على العصب وعلى أوراق الشجر وعلى الأحجار إلى خلافه. حتى النسخة اللي كان كتبها عثمان مش موجودة دلوقتي. فهذا ليس شيء يمكن أنه هو يوجهه إخواتنا المسلمين ضد الكتاب المقدس، سواء كان العهد القديم أو العهد الجديد، لأن نفس العهد القديم النسخ الأصلية برضو مش موجودة، لكن ما زال موجود العهد القديم، وعند اليهود بيوقروا أشد التوقير كما المسيحيين يوقرونه أيضا على كلمة الله الحقيقية حتى بدون وجود النسخ الأصلية ذاتها، وإما لكن موجود المنقول عنها. يوجد الآن آلاف من النسخ والمخطوطات القديمة جدا للكتاب المقدس، نذكر منها الآتي: النسخ المكتوبة على أوراق البردي، منها مخطوطات تشستر بيتي اللي اتكتبت سنة 200 ميلادية، وده هي موجودة في متحف بيتي بدوبلن، من ورق البردي على ورق البردي، تحتوي على معظم العهد الجديد،
وهي من أعظم الاكتشافات، اكتشفت في مصر واكتشفها شستر بيتي، وكانت عظيمة جدا لأن ترجع إلى سنة 200 ميلادية وتطابق ما هو موجود في يدينا الآن، وتحتوي زي ما قلت على معظم العهد الجديد. مخطوطة جون رايلاند سنة 130 ميلادية برضو وجدت في مصر. مصر بلد بركة كبيرة، فيها إنجيل يوحنا، مع إن المعروف إن إنجيل يوحنا كتب في آسيا الصغرى، لكن وجدت في مصر. ورجع مكان زمن كتابتها، طريقة الكتابة، إلى 130 ميلادية، وهذه تثبت إن إنجيل يوحنا إن كان كتب في آسيا الصغرى على الأقل خد 30 سنة عبان ما وصل إلى مصر. يعني إنجيل يوحنا مكتوب في أواخر القرن الأول الميلادي على الأكثر، وده يثبت إيماننا بالإنجيل إنه هو اتكتب في هذا الزمن، كما كل الأدلة تدل على ذلك. وفي بردية تانية، بدمر الثانية، دي ما بين اتكتبت ما بين 150 إلى 200 ميلادية، تحتوي معظم إنجيل يوحنا، لكن على الجلود اتكتبت أهم النسخ وأكثرها استفاضة. فالنسخة السينائية اتكتبت سنة 350 ميلادية نسبة إلى سيناء، موجودة اليوم في المتحف البريطاني، تحتوي على العهد الجديد كله تقريبا وعلى نصف العهد القديم. وجدوها في سانت كاترين في سيناء عام 1844، وبعد كده كمان اللي اكتشفها الكونت تيشندورف من ألمانيا لما زار دير سانت كاترين عام 1844، وزار الدير بعدها في عام 1853 و1859 بأمر إمبراطور روسيا، وجمع باقي الرقوق واشترتها الحكومة البريطانية من الاتحاد السوفيتي سنة 1933. النسخة الثانية المهمة جدا النسخة الفاتيكانية، اتكتبت ما بين سنة 325 ميلادية إلى 350 ميلادية، كتبت في مصر في أوائل القرن الرابع الميلادي زي ما قلنا، لكنها موجودة حاليا في الفاتيكان في روما، تحتوي على الكتاب المقدس كله، هي أثمن مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية. في النسخة الإسكندرية اتكتبت سنة 400 ميلادية، تحتوي كل الكتاب المقدس تقريبا، تقع في أربع مجلدات ضخمة من الرقائق الجلدية، عثر عليها في الإسكندرية عام 1624 مكتوبة باليونانية، كانت في حوزة بابوات مصر إلى أن استولى عليها الملك تشارلز الأول ملك بريطانيا عام 1628، ونقلت إلى المتحف البريطاني عام 1853. وفي النسخة الإفرايمية موجودة في المكتبة الوطنية بباريس، تحتوي كل العهد الجديد تقريبا، واتكتبت زي ما قلنا سنة 400 ميلادية، فيها كل العهد الجديد ما عدا رسالة تسالونيك الثانية ويوحنا الثانية. النسخة البيزية موجودة في مكتبة كامبريدج، تحتوي الأناجيل وأعمال الرسل باللغتين اليونانية واللاتينية، وكتبت سنة 450 ميلادية. وإلى آخره من النسخ، ما الوقت يعني يضيق على أني أذكر بقية النسخ. في كمان أحدث الاكتشافات مخطوطات قمران، ده آخر ما اكتشف كان ده عام 1947، كان غلام إعرابي بيرعى غنمه بالقرب من البحر الميت، ضلت واحدة من الغنم بيبحث عنها، وجد كهف اكتشف بداخلها 11 مخطوطة من الجلد
تبين بعدها إنها مخطوطات كاملة من سفر إشعياء، حروفها تبين إنها ترجع إلى سنة 100 قبل الميلاد، يتفق فيها إشعياء مع إشعياء الموجود حاليا. بعد كده تم التنقيب في المنطقة، اكتشفوا 11 كهف آخر في 400 مخطوطة من العهد القديم، وأخطر من 10,000 قصاصة تغطي جميعها معظم أسفار العهد الجديد كما هو لدينا. فإحنا ما لدينا من مخطوطات للكتاب المقدس يجود ما لدينا، يفوق ما لدينا من مخطوطات لأي كتاب آخر. تاريخها في العهد الجديد قريب من زمن الكتابة الأصلية، والنسخ المكتشفة وإن كانت تعد بالمئات والآلاف فيما بعد في العصور التالية، لكن بفحصها وجدت أنها جميعها متطابقة مما يثبت صحتها. وبعدين في ترجمات الكتاب، الترجمة السبعينية اتعملت من اللغة العبرية للغة اليونانية عام 282 ميلادية، قام بها 72 عالم أحضرهم بطليموس حاكم مصر عشان يترجموا العهد القديم إلى اليونانية عشان اليهود الموجودين في الإسكندرية يقدروا يقروا اللي كانوا نسيوا اللغة العبرية، وتطابق الترجمة العبرية تقريبا يعني مع بعض اختلافات بسيطة في الترجمة يمكن الرجوع ليها، لكن كأي ترجمة أخرى، لكن متكاملة مع اللغة العبرية الأصلية ومع الأسفار العبرية. في الترجمة السريانية تمت في القرن الثاني الميلادي وسميت بالبسيطة. في الترجمة اللاتينية ابتدت في القرن الثاني، وبعد كده جيروم قام بمراجعتها وتنقيحها سنة 383 ميلادية وسميت بالفولجاتا، وظل يعمل بيها في أوروبا لحد وقت الإصلاح، وهي الترجمة المعتمدة الفولجاتا عند الكنيسة الكاثوليكية. في الترجمة القبطية اللي كانت الصعيدية في القرن الثالث والبحيرية في القرن الرابع، وفي ترجمات كثيرة للحبشية والأرمنية والفارسية والعربية، آلاف بقى المخطوطات بعد القرن الرابع من الترجمات والمخطوطات موجودة. اقتباسات الآباء زي ما قلت ممكن نكون منها العهد القديم الجديد كله، اللي كانت بس في القرن الثاني والثالث ميلادية 32,000 اقتباس للآباء، ده كان قبل مجمع نقيا اللي كان سنة 325 ميلادية. كان ممكن من اقتباسات الآباء يكونوا كل العهد الجديد في من آباء القرن الثاني والثالث الميلادي ما عدا بس 11 عدد. فنشكر ربنا على لضيق الوقت ما اقدرش اتكلم اكتر، لكن ارجو ان ده يكون اجابه شافيه لهذا السؤال في هذه العجاله القصيره.